هاد الناس اللي كانوا قدامي راه باين على وجههم بانهم الناس ديال المصلحه اللي بغاو المصلحه العامه ديال البلاد. فباسمي شخصيا كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى من الناس وكنشكر بالاخص اللجنه التحضيريه. ازاي محمد، رئيس جمعيه هزيل العواد للمياه والتضامن والبيئه. تم انتخابي اليوم رئيس اتحاد جمعيه قماسه، وتنشكر الناس اللي وضعوا فيا الثقه، وغادي نعملوا ان شاء الله جميع باش ننجحوا هذا الملتقى ونحققوا اهداف الاتحاد باش نساهموا في تنميه المنطقه ونهضوا في المنطقه ونوصلوا ان شاء الله للمكانه اللي تتسحق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انزل حسن معكم فاعل جمعوي في المنطقه. تنشكروا السي الحبيب بوكعيبه اللي جا وقام بهذه التغطيه لهذا الحدث اللي هو تاريخي بالنسبه للفروقه. تنشكر جميع الاخوان اللي ساهموا من قريب او بعيد في اخراج هذا المولود لحيز الوجود. الشكر الكبير للسيد عبد الله بوراس اللي قام بواحد المجهود كبير في اللجنه التحضيريه باش نشوفوا هذا المولود على قيد الوجود. تنشكر جميع الاخوان اللي تحملوا عناء السفر من مناطق بعيده باش يحضروا لهذا الحدث هذا. تنشكرهم جميعا. تنتمنى السي محمد الزهيك اللي انتخبناه اليوم كرئيس الاتحاد جمعيات جامعه قماسه انه يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وانه يدير واحد النقله نوعيه للعمل الجمعوي في المنطقه، ويحاول يجمع شتات الجمعيات ديال المنطقه ويقدم لنا اضافه في المنطقه ديالنا. تنشكر الجميع، كل من حضر، تشكون السلطات المحلية. اليوم تمنا وتوجنا واحد المسار ديال شهرين من النقاش من المتابعة والتداول حول إنشاء هذا الاتحاد، اتحاد ديال جمعيات جماعة قماسة، في واحد المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي. توجنا اليوم بهذا الجمع التأسيسي لهذا الاتحاد اللي عرف واحد استجابة ومواكبة ديال مجموعة من الجمعيات العاملة على صعيد تراب جامعة قماسة اللي ساهموا بالنقاش ديالهم وبالأفكار ديالهم. كان واحد الجو ديال المشاركة وديال الإيجابية وديال التفاهم، كان جو ديمقراطي. الاتحاد اللي كنهدفوا من خلاله ديال جمع شتات ديال الجمعيات العاملة على صعيد تراب جامعة قماسة باش ينسقوا باش يقيموا النتائج ديال العمل ديالهم ومساعدة في تحقيق الأهداف ديال الجمعيات. إن شاء الله نوضعنا اليوم واحد اللبنة ديال الاتحاد، واحد الإطار ديال العمل، مجموعة من الفاعلين الجمعويين بما فيهم الجمعيات وبما فيهم أيضا الفاعلين الجمعويين، درنا لهم واحد الإطار قانوني للعمل. كنشكر الجميع اللي حضر، جو ديال النقاش وديال التفاعل الإيجابي والإيجابي جدا. عملية التصويت على المكتب المسير عرفت واحد الديمقراطية بتنافس ديال ثلاثة ديال الإخوان، كلهم محترمين، كلهم شاركوا معنا في مسار ديال تأسيس هذا الاتحاد. أخيرا عملية التصويت الديمقراطي توج بالتصويت على السي محمد الزاهي اللي هو شخصية محترمة، وكنظن سيلتقي فيه الجميع المختلفين في هذه المنطقة هذه إن شاء الله. ودار واحد المكتب اللي صوت عليه أيضا وتمنوا الجمع العام إن شاء الله غادي يكون واحد المكتب اللي يلم ويؤلف الجميع في هذه المنطقة هذه إن شاء الله. غادي نحاولوا ما أمكن باش نسجلوا الأهداف اللي سطرناها في هذا القانون الأساسي ديال هذا الاتحاد هذا إن شاء الله ليخرج الوجود. الشعار فقط واحد هو الوحدة والتعاضد والتضامن من أجل تنمية المنطقة ولا شيء غير ذلك. العربي صادق فاعل جمعوي مهاجر مقيم بإيطاليا. كنشكروا الأستاذ بوكعيبة على التغطية ديالو المستمرة لكل ما يجري في المنطقة ديال جماعة قماسة والنفوذ ديالها، ودائما يمثلنا بالحضور ديالو، كيغطي جميع المسائل ولا التظاهرات ولا اي حاجه كانت في المنطقه ديال قماسة كيجي السي بوكعيبة يغطيها. شكرا جزيلا له. بهذه المناسبه كنقدم التهاني ديالي للسيد رئيس الاتحاد ديال جمعيه قماسة السي محمد الزاهي والمكتب ديالو، وكنتمنى لهم النجاح والتوفيق
وكنشكروا بهذه المناسبه رئيس جامعه قمصه اللي وفر لنا الفضاء ووفر لنا جميع الامكانيات باش يدوز هذا الجامع العام تاسيسي في احسن الظروف، وكنشكروا السلطات المحليه اللي سهلت لنا المهمه. وبهذه المناسبه كنرفعوا ايات الولاء والاخلاص لصاحب الجلاله سيدنا محمد السادس نصره الله، اللهم اشفي شفاء عاجلا لا يغادر سقما. وكنحيي جميع الاخوان اللي حضروا واللي ما حضروش ما ساعدتهمش الظروف، وكنتمنى لهذا الاتحاد التوفيق في جميع الاهداف اللي غادي يسطرها ان شاء الله، وكنتمنى المكتب التوفيق والنجاح في كل المهام ديالو. والمبتغى من هذا الاتحاد هو لم شتات المجتمع المدني وشتات الجمعيات في المنطقه ديال قماصة اللي هذه شهور وحنا كنتناقشوا باش نديروا هذا التكتل هذا اللي ان شاء الله ما غادي يقصي حتى جهه من جهات النفوذ ديال جامعه قماصة. وتبارك الله عليكم وتحيه للجميع.